علي سالم ابو الله يا عمي، هذا البعوض والذبان والملاريا، ملاريا طب فينا هذا يعني لهم اربع خمس سنين بيقعدوا فينا اليوم وعلى الفاضي كذب في كذب. والمستنقعات صار مستنقع هيكو شايفينها يعني وصورت. طيب شو بدنا نسوي؟ انا مش عارف شو الحل اللي بدنا نسوي لنا اياه. مش عارف وعدونا انهم يمدوا مواصير يبعدوهن عن الدور وعلى الفاضي. او رحنا على المياه والمجاري على نصار، خضر نصار، هذا اكرم نصار، ووعدنا انه يمد مواصير يبعدهن عن الدور لتحت الواد، بس يعني شويه يبعدهن عننا وما على الفاضي الى اربع خمس سنين على الفاضي بكذبوا عنه وما فيش فائده. مش عارف شو نسوي، شو الحل؟ في عندكم حل يعني نوصلها للاكبر منهم؟ مش عارف. أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.